أنيا أنا نور جاتكم اليوم فيديو جديد. أدري إني ساحبة لكن والله ظروف جاني أكثر من ظرف كذا ورا بعض، بعدين الحين الجامعة عندي وما أدري شلون صراحة صورت وبنزل، حتى إنه يعني كان علي مرة مذاكرات ما عندي حتى وقت أمنتج، لكن أخوي الله يرضى عليه هو إنه لح علي إني أنزل وإني أصور، وكان يجيني كل يوم يقرأ التعليمات يقرأ التعليقات يقول شوفي يسألون عنك يسألون عنك، لين ما قالي خلاص أنا بمنتج وأنتي بس نزلي فشوفوا أنتي المونتاج يقولوا لي رأيكم. يلا خلونا نبدأ. طيب هذه الطلبية، طبعا أنا حاضرة هذه حفلة BTS 17 اللي كانت أونلاين، فشريت كذا شيء كانت حق الحفلة، أشياء يعني أخذتها كتذكارات وكذا، يعني إن شاء الله تعجبك. مرة متحمسة، طبعا هذه الطلبية طلبتها مرة من زمان من أيام الحفلة، لكن ما جتني إلا تو، حتى خفت قلت شكلهم ساكن فلوسي ولا راح يجيبون علي، لكن الحمد لله. أوه ماي جاد مرة متحمسة، بسم الله. لا هذه مو حق الحفلة، هذا ألبوم 17 الجديد. أوه ماي جاد شفت طالبة أكثر من طلبية لدرجة إني لخبطت. هذا ألبوم 17. أو ماي جاد أو ماي جاد أو ماي جاد ألبوم 17 أمانة بموت إلا كي تايم فور يو. فأنا دايما أطلب منك كوفية شوب، لكن قلت لي المواقع الأجنبية تكون أرخص فقلت بجربها. أو ماي جاد بصيح أو ماي جاد والله ألبوم 17 كنت متجهزة أفتح أكبر وأنا أقول لك كرتون صغير على الأشياء اللي طلبتها. أو ماي جاد أجل صدق أنا صرت أكتب لك الطلبية. أو ماي جاد ما أبغى أشوف مين، ما أبغى أشوف مين بموت. خلينا نشوف البوستر أول. يا ربي أوكي يا ربي بسم الله. أوه والله مرة سريعين ما توقعت يجيني فترة. أو ماي جاد اوكي هلا لا هاي البوستر ثاني البوستر هاي صورة مرة احبها يا جماعة اكثر من الثانية. او ماي جاد بموت اسمع خليني اشوف بعين ايوه بعين. او ماي جاد طبعا هلا عودة مرة تجنن اغانيهم مرة تجنن حرفيا سلاتهم حتى كل شيء انا احبه كذا حرفيا نحب هالستايلات و او ماي جاد هالنوع من الاغاني دي سوين مره احبها وكذا برضو فيها تحفيز النفس. او ماي جاد هالعودة مره كامله يا رب بسم الله يا ربي يا ربي مين طلع لي بسم الله او مين ذا دينا ولا ما ادري الا دينا اوكي دينا بالنادر يطلع لي بس عندها شيء يعني صاير يطلع لي. او ماي جاد طلع لي نسخة دينا بصيح. او ماي جاد شكلكم بعيدين فبفتح كذا. اوه بسم الله خلنا نوخر الاغراض العشوائية. هاي كذا اوكي هذا السي دي سيدي سيدي كلن اوكي طبعا الالبوم هذه نسخة دينو في الصور اللي كلها هنا حق دينو بس
فلسطين مرة يجنن على دينا، مرة حبيت حتى الطاقية مرة تجنن. كوس هلا والله كويس طلع بعدين سكوت ولا كان جنة أنا جهان أوه ماي جاد يصير زين هذه همران طبعا ثانية كلها تجنن كلها هاي بودي ما راح أبعتها كمان هذه اللي كنا نقول الله بحقت سيجا هون جوشا كلها تجنن حرفيا كلها تجنن هاي thanks to اوكي هذه حق الخياطة كت الخياطة صراحة ماني عارفة ليه حاطين كت خياطة لكن قالوا انه عشان يروح الستريس وما ادري ايش هو اصلا كذا يعني ستايل البوم يعني اوكي هاي البوكلت في طريقة في إبرة هذه حق الخياطة بسويها مع هوشي هو آخر أطول وقت أوكي إيش عند أهم شيء أوه ماي جاد البوتيكارز ذي الأشياء أوه ماي جاد أوكي خلينا نشوف هشوف أول شيء خلايا الفتكارات كثير مرة في هذه ستيكر سيمي كولن بس ايش ابدا هنبدا بهذه الكبيرة اللي هو الراس الصغير اوكي طلع لي ناس البوست الكبير اوكي هذه يطلع لي وينكيو طبعا دائما يطلع لي وينكيو ماما مستغربة بس جنة اوكي خلينا نشوف هذه الدائرية بسم الله واحد اثنين وينجو اوكي شي غريب ما استفد انه يطلع لي فيها كلها كثير يطلع لي وينجو اوكي هذه يلا خلينا نشوفها بسم الله واحد اثنين طلع لي اوزي وجوشوا اوكي اوكي حلو حلو تغيير حلو يلا بسم الله طلع لي سكوس عمره ما طلع لي سكوس طلع لي سكوس يا ربي بموت ما هي فوتوكارد لكن حاجة انه طلع لي سكوس او ماي جاد بموت اوكي بس انا الحين نشوف الفوتوكارد طيب نشوف هذا اللي على اليمين بسم الله او ماي جاد طلع لي ونو ونو عمره ما طلع لي فوتوكارد او اي شيء عمره ما طلع لي او ماي جاد شكله مريك او ماي جاد شو شو بسوي او ماي جاد اوكي اخر فتكات يا رب يا رب يا رب مين بيرنت ولا مين اذكر طماعة بسم الله واحد اثنين ثلاثة جوشوا اوكي اوكي دي السنة جوشوا ما ادري ايش صاير يطلع لي بالعادة ابدا ما يطلع لي اوكي بسم الله بس هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا و قولوا لي رايكم بالفيديو وحطوا رايك اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه اذا عجبكم محتواي ولا تنسوا تقولوا لي رايكم بالمونتاج لان مو انا اللي راح اسويه سو يا باي You hadn't been with a good girl like me in a while